هاي بنات، شخباركم؟ طبعا الفيديو اليوم من اكثر الفيديوهات اللي تنطلب مني، وهو فيديو خاص حق طريقتي في رسم الايلاينر وتركيب الرموش. طبعا ببدأ بالارت لاينر اللي قاعدين تشوفونه الحين من لانكوم. هذا الايلاينر سهل جدا في الاستخدام خصوصا للمبتدئين، وطبعا بتلاقونه في بوتيكي، ومثل ما تشوفون ساعدني في الرسم بسهولة وببساطة وبسرعة. عقب ما خلصت من رسم العيون بالايلاينر، الحين بكحل خط الرموش العلوي باستخدام قلم كحل عادي، وهاي الحركة تساعدني في اني احصل على رموش اكثف. هذا برودكت وايد احبه خصوصا اذا خربطت في رسم الايلاينر، وهو عبارة عن كيوتيب في محلول تحصلونه في سيفورا. مثل ما تشوفون اذا خربطتوا في الرسم تقدرون تستخدمونه انكم تمسحون الزوايا، وبهالطريقة يعطيكم ايلاينر شارب. طبعا بستخدم رموش 79 من نولا لاشز المفضلين عندي، واللاش كلو بعد من عندهم. اسهل طريقة في تركيب الرموش انكم تطالعون تحت مثل ما انا قاعدة اطالع المنظرة، وتركبون الرمش من فوق، واهم شيء انكم تتاكدون من ان الرمش ركب بطريقه مثاليه عند الزوايا، لان الاحظ وايد بنات يكونون مركبين الرمش لكن من الزوايا الداخليه او الخارجيه يكون متبطل، فهذا اهم شيء تركزون عليه عند تركيب الرموش. بستخدم المسكرة اللي وايد احبها من اسادورا. هذه المسكرة تكثف الرموش، وحلو استخدامها مع الرموش الاصطناعية او مع رموشكم العادية. طبعا بعد متوفرة في البوتيك، وهذا هو اللوك النهائي. ان شاء الله يكون عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.